أفنان علي، أكاديمية يوريكا للتعليم التكنولوجي. بلشت فكرة يوريكا بكتاب قرأته كان اسمه كيف تخطط لحياتك، وبتذكر أحد الأحلام اللي كتبتها مركز أبحاث للأطفال يساعد الأطفال حتى يكونوا مخترعين بعام 2016. بعام 2011 زرت سيليكون فالي، وهناك زرنا كبرى الشركات مثل جوجل وفيسبوك وإنتل، وهناك أدركت إنه حجم الفجوة التكنولوجية ما بيننا وبين الغرب هي ما يقدر بسنة ضوئية. فهناك لمعت فكرة يوريكا كأكاديمية مختصة بالتعليم التكنولوجي، الهدف إنه نأهل للأطفال وندربهم حتى يكونوا مهندسين مخترعين بأعمار صغيرة من خلال برنامج متكامل من علم فيه الأطفال روبوتكس، هندسة كهرباء، إلكترونيكس، موبايل أبليكيشن، نوبل تكنولوجيز، بروغرامينج، وآخر إشي بنعلمهم كيف يحولوا أفكار من منتجات أو خدمات تفيدهم وتفيد البشرية. إحنا تقريبا بلشنا بعام 2014، دربنا ما قارب 200 طالب بين عمان والعقبة. بنطمح خلال السنوات الجاية إن تكون يوريكا أكاديمية موجودة بكل بلد من البلاد العربية، مش بس عشان يكون عندنا جيل أردني مبتكر، عشان نقدر نصنع جيل عربي مبتكر بحلول عام 2026.